يا صباح الفل او يا مساء الجمال، على حسب بتتفرجوا على الفيديو ده امتى. مش مهم خالص، المهم تشغلوا عقلكم وتفتحوا قلبكم معانا في حلقة جديدة النهاردة من شيرمان زياد. مين فينا ما تعرضش للإدمان؟ ولو فاكر ان الإدمان هي كلمة مرتبطة بالمخدرات بس تبقى غلطان. كلنا تعرضنا للإدمان بأشكاله المختلفة، اللي مدمن قرايه والمدمن سفر والمدمن سوشيال ميديا والمدمن كدبه عاميه على بطال، وحتى مدمنين القهوه اللي بنقعد نتريق عليهم. لكن في نوع ادمان اخطر بكتير من الامراض اللي بنتعرض لها في حياتنا وعلى صحتنا، وللاسف النوع دوت هو اننا بنتعود على وجود شخص بعينه جوه حياتنا. وللاسف المرحله دي بتتطور معانا وبنوصل للاصعب منها، وهي مرحله الضمان. الضمان بقى نوعين والاتنين اسوأ من بعض. النوع الاول انك بتتعود على وجود شخص في كل تفصيلة في حياتك لدرجة انك بتبقى ضامن ومش متخيل ابدا ان الشخص دوت ممكن يغيب، ولو غاب ممكن تموت. النوع التاني وهو انك بتبقى ضامن الشخص لدرجة انك ممكن تيجي عليه تظلمه تدوس عليه مش مشكلة، وكده كده انت ضامن ان هو موجود مهما عملت كده كده هيرجع تاني. فكرة انك تضمن وجود شخص جوه حياتك ده مش مبرر ليك نهائي انك تأذيه نفسيا او انك حتى تظلمه، لان كل واحد فينا في حياته عنده طاقة. مجرد ما الطاقة ديت ما هتنتهي هو هينسى ضمانك وهينسى وعودك وهينسى حتى العلاقة والعشرة اللي بينكم، لان كل واحد فينا من حقه انه ينسحب من اي حاجة بتأذيه نفسيا، وفي الاخر بعد ضمانك ليه هتلاقيه بينسى حتى اسمك لمجرد بس انه يعرف يتنفس ويعيش حياته بحرية بعيد عنك وعن ضمانك. نيجي بقى للناس اللي التعود بالنسبة لها تحول لمرحلة ضمان. في الحقيقة الناس دي مختلفة تماما، لان هم اللي بيأذوا نفسهم بنفسهم والله ما حد بيجي جنبهم نهائي. بس لازم يفضلوا فاكرين ان كل حاجة جوه حياتنا نصيب وفي ايدين ربنا، قادر يغير القدر في ثانية وقادر يقلب موازين كل حياتنا، واللي تعودنا عليه النهاردة يقدر بكرة ما يكونش موجود. المواعيد مترتبة ونصيبك هتاخده، ووجود الأشخاص جوه حياتنا بالذات هو مجرد رزق في إيد الرزاق وحده بس. رغم إن الضمان إدمان، لكن بعد كل ده لسه في نص كوباية مليان في القصر. هيطلع لي طبعا حد من تحت الارض يقول لي يوه صدعتينا، يعني بعد ما خليت الضمان ادمان لسه في نص كوبايه مليان؟ لسه في نص كوبايه مليان. استنوا بس، بعد فتره طويله او حتى قصيره كطبيعه بشريه الانسان بيفوق بعد الوجع والتعب، وبعد ما بنفوق من كل الصدمات ديت بنبقى احسن واقوى. الخلاصة بقى يا حلوين، ان الشعور الاجمل والصحي هو اني احس بالامان لوجود شخص معين في حياتي مش اني اكون ضمنه. الاعظم هو اني احس اني مطمنة مش اني اتحول ابدا لمدمن الضمان. وخلينا فاكرين زي نجيب محفوظ ما قال، تعود على ان لا تتعود على احد. لحد ما اشوفكم الحلقة الجاية من شيرمان زياد.